بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. النهارده الجمعه 17 ابريل 2015. محافظه الاسكندريه حددت اسعار القعده على القهاوي على كورنيش اسكندريه ب 50 جنيه كحد ادنى، ده للقهاوي الدرجه الاولى. اما بقى القهاوي الدرجه الثانيه فالحد الادنى للقعده عليها 30 جنيه. يا سياده المحافظ، مش كل المصريين مليونيرات زي حضرتك، 50 جنيه ايه اللي انت جاي تحددها للقعده على قهوه؟ لا، كمان محافظة اسكندرية ما سابتش الناس في حالها وراحت مأجرة الشواطئ في مزادات، اللي يدفع أكتر حتى شواطئ الغلابة أجرتها هي كمان، ولا عزاء للغلابة. ومناسبة اسكندرية، أنا مش قادر أفهم إيه مشكلة الطريق الصحاوي اللي مفروض هيئة الطرق شغالة فيه بقالها 4 سنين ولسه ما خلصتوش، إيه الحكاية؟ ده مجرد طريق كان المفروض يخلص الشغل فيه من سنة واحدة، ليه ترى لسه الطريق ما خلص أعمام الترميم فيه؟ لعل المانع خير. عموما هنطلع لفاصل نرجع بعده عشان نواصل حوارنا اللي بدأناه الأسبوع اللي فات، ونسيب بقى اسكندرية وهمومها ونروح نستمتع بحوارنا مع فناننا الكبير يوسف شعبان. الأسبوع اللي فات بدأنا حوارنا مع أستاذنا يوسف شعبان، اتكلمنا عن جزء من حياته الإنسانية وبعض آرائه السياسية. النهاردة بنستكمل معاه في واحد من الناس الجزء الثاني من حوارنا، هنتكلم فيه عن مشواره الفني وهنشوف آرائه وشايف الأوضاع النهاردة إزاي السياسية، وشايف الفن مستقبله في مصر. أستاذ يوسف، برحب بك المرة الثانية. سرحان بحيرة ميرامار، فيلم يعني أنا يمكن يعني عارف عصرته وعارف تفاصيله، أبويا الله يرحمه اللي كتبه، عن قصة أستاذنا نجيب محفوظ وإنتاج جمال الليسي، وحضرتك قدمت دور عمل أزمة كبيرة جدا. أنت كنت تمثل شخصية سرحان البحيري الانتهازي، العضو في الاتحاد الاشتراكي الذي كان ينادي بالمبادئ في الصباح وبالليل، بيسرق الغزل ويبيعه في السوق السوداء، ولما يجي حد زي أستاذ يوسف وهاب يقول لك طز في الاتحاد الاشتراكي، تخش معاه في مبارزة سياسية. أيوة. وضحكت على زهرة الأميرة اللي كانت العظيمة شادية. أيوة. تجربتك في ميرامار والفيلم ده، أنت تعلم أن أجيز اللي أجازه الرئيس عبد الناصر وأرسل نائبه أنور السادات حتى يجاز الفيلم للعرض في السينمات. أنا كنت قاري نجيب محفوظ كويس، كنت بفهم إيه اللي بيقوله نجيب محفوظ بين السطور. لما قريت العمل ده وسمعت بقى الدعايه اللي اتعملت انه هيتعمل فيلم خراج فيلم، وكان انتاج شركه صوت القاهره اللي كان بيرأسها الاستاذ جمال الليسي، بقيت ادعي ربنا ان انا يبعتولي، يعني يبعتولي السيناريو، ان انا فاهم نجيب محفوظ يقصد ايه. ويعني انت كنت نفسك في سرحان البحيري؟ ايوه. هو الدور اللي كان يصلح لي، هو الدور ده. هو الدور ده، هو بطوله العمل يعني. فبعتولي اراده ربنا بقى، بعتولي السيناريو، ورحت اول واحد طبعا قابلته استاذ جمال الليسي كمنتج عشان نجيب العقود وامضي معاه وكده وبتاع. فقال لي انت عارف سرحان ده الواد اللي بيلعب ثلاث ورقات ومش عارف على كل حبل شويه وبتاع. قلت له قابلت الاستاذ كمال الشيخ وقال لي برضه نفس المواصفات بتاعت سرحان. قلت له هو طبعا. وابتدينا نصور، ف بأدب استاذنا كمال البرافو في اول مشهد كان بيني وبين مدام شاديه، وبعدين جاي جنبي وقال لي يوسف انت عارف ان العيال دي بيتنططوا كده وبيلعبوا على التلت على الحبال وبتاع بتبقى حركتهم خفيفه. قلت له قال لي انت ما عملتوش كده، انت عملته شويه استديو جد. قلت له اللي حركته خفيفه ده بيتهرش بسرعه ويعرفوه ده الشعب المصري، يعني الشخصيه اللي هعمل كده قدامها هتفهم ان انا بكذب يعني. انما لما ببقى سيدي شويه كده بيبقى اقرب للتصديق يعني ان هم يصدقوا. ف
فضلت اصور اصور لغايه ما جه محك. انا مش متذكر ايه الواقعة بالظبط، انما التصوير اتعطل وبعتنا جبنا الاستاذ ممدوح الليسي، دخلت في نقاش مع الاستاذ ممدوح الليسي على انه سرحان بحيري ده ولد نصاب ولا وطني. هو من وجهه نظره ده ولد نصاب بيلعب على الثلاث ولايات وكان مصمم. قلت له لا. قال لي ليه؟ ازاي تحكم؟ قلت له ده انسان كويس جدا. اللي يقصد يقوله نجيب محفوظ ان الطالب بيتخرج من الجامعه في هذه الفتره لازم يبقى له كيان في الحزبي. يقول انا عضو في الاتحاد الاشتراكي. وكمان يتنطط في الانتخابات يبقى انا عضو لجنه العشرين، بقى له كيان اكبر يعني. لازم يسعى لده عشان يبقى له كيان في البلد، عشان الراتب يزيد. هو بياخد 16 جنيه في الشهر بعد ما اهله بيدفعوا كوت عليه، بياخد 16 جنيه في الشهر. عايز يساعد اهله في البلد اللي كانوا بيبعتوا له 5 جنيه يعني في الشهر، وكان عنده طبعا بالمناسبه جزمه واحده وبيخش منها التراب وكده يعني، وبنطلون كرافطه وقميصين كرافطه واحده. فكان عايز يساعد اهله، كان عايز يعمل لنفسه كيان بيت، عايز يعمل اسره، عايز يتطلع الى المستقبل. 16 جنيه مش هتكفيه لانه كل المجالات بتاعه العمل اتقفلت قدام الشباب في مصر في هذه الفتره بتاعه الاشتراكيه. كل الشركات حتى الاجنبيه مفيش فرصه انك انت تشتغل بمليم زياده. كان دكان حلاق يبقى تبع الحكومه، حلاق الاشتراكيه وبقى والمهلبيه والحاجات دي. هي مع الثوره ليه مداخله صغيره في الحته. اتفضل. كنت بتحب عبد الناصر؟ لا. ليه؟ لانه فاد كل البلاد ما عدا مصر، فاد كل البلاد العربيه ما عدا مصر. غرقنا في حرب، كان مستلم مصر الجنيه اغلى من جنيه الذهب، الجنيه المصري. شوف اقتصادنا وصل لحد فين. مش ما بحب، مش مساله خضع للحب وكره، مساله خضع لاقتناع باعمالك او رافضها. وده دي الحريه، دي الديمقراطيه. انا ما كنتش، بس انت حضرتك عشت موافق يعني، انت يعني كنت صغير في عهد الملك فاروق لكنك عشت ثوره يوليا. هي هل انت امنت بثوره يوليا؟ مؤمن بيها بافكارها؟ كنت في منظمات الشباب. طبعا. بس كل من كان مع الثوره كان مؤمن جدا بفكره عبد الناصر. ايوه، دول فئه يعني اخذوا المساله امتى فقدت ايمانك بالرئيس عبد الناصر؟ امتى؟ والله في مؤشرات كتير اثبتت ده. يعني انت فاجئتني طبعا بالسؤال، بحيث ان انا حتى ال هو سرحان البحيري دخلنا المسائل حاجة. ها؟ سرحان البحيري ولا الموضوع؟ ندخل سرحان برضه في المناقشه يمكن نلاقي. فقلت له ده، قفل كل السكك قدام الشباب. فضل سكت انه الخريج ده الاهل يتعبوا عشان يتخرج ياخد 16 جنيه، مش هيقدر يعمل بيهم حاجه. هيبقى سهل جدا ان واحد يجي يقول له ما تيجي نسرق البتاع دي، سهل قوي، ده عربيه ويستغل احتياجه. مضطر. هو مضطر، هو نفسه يعيش، عايز يعيش، مش لاقي. البني ادم العادي تيجي تاثر عليه، خصوصا من ايه، واحد محترف مثلا، اثر عليه مش هيحصل حاجه خالص. انت تقعد جنب التليفون كده وانا هقول لك احنا نجحنا. فقلت للاستاذ ممدوح الليسي اما جاله التليفون عمل ايه؟ ده لو كان نصاب زي ما انت بتقول، ولد انتهازي، ولد بتاع ثلاث ورقات، ولد كده، ما كانش انتهى النهايه دي. لانه لما جاله التليفون بفشل العمليه قطع شرايين ايديه، انتحر. ده يبقى بني ادم سوي ولا بني ادم بتاع ثلاث ورقات ونصاب؟ اقتنع الاستاذ كمان، قال يلا هو مظبوط كده زي ما قال يوسف. وكملنا الفيلم على الاساس ده. والاستاذ كمال شيخ بقى يقول وجهه النظر دي في الانترفيوهات. ايوه. والعمل الفني اللي عمل بس جماعي، بس العمل ده الحقيقه عمل جماعي بصراحه يا استاذ يوسف.
سرحان البحيري يشوف رغم يعني احنا بنتكلم في ميرامار احنا بنتكلم في 68 شوف حضرتك هذا العمل حتى اليوم الناس فاكره سرحان البحيري عايش يعني معناها ان الشخصيه قدرت انها شوف انا حتى بتكلم عنه بفعل ازاي بنفعل ازاي يعني مفيش مؤمن حاجة كنت مفيش حاجة بتروح. وكنت شوف انت بتتكلم مع السيناريست وبتتكلم مع المخرج وفي حوار عشان توصلوا في الاخر الى اللي هو اللي بيسموها اللي اوت الشخصيه بالظبط الشكل الخارجي هي دي العمليه الفنيه كانت كده كانت بتاخد ده بس مش غريبه ان الرئيس ان النظام حكم الرئيس عبد الناصر يرفضوا الفيلم ده عشان كلمه طز في الاتحاد الاشتراكي قد كده كان الاتحاد الاشتراكي ده تابو ممنوع حد يقرب منه طبعا هو ده معمول عشان يبقى اولا جمال عبد الناصر طبعا لجأ في حاجات كتير للاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي كان وقتها بيتحكم بالحديد والنار وكان فيه الارهاب ده في الاتحاد السوفيتي ده اتنقل لنا سواء اراد رئيس عبد الناصر او ما ارادش يتنقل عن طريق حواليين بجانبه بتاع انما اتنقل لنا في مصر الفتره دي بدليل انه كنا بنخاف نتكلم انا وانت في السياسه كشعب في الفتره دي بس نقلت للكوميدي وعملت للرجال فقط وعملت نص ساعه جواز النقله جت ازاي برضو كنت عايز تجرب تقول انا بعمل كل حاجه انا مش ممثل صاحب اللون الواحد هو انا ما كنتش متعمد يعني الفرص لما كانت بتجيلي كنت بعملها كما يجب ان يكون او ببذل فيها المجهود اللي بتتطلبه الشخصيه اذا كوميديه او دراميه او كده الراجل فقد زله ايه بالنسبه لك؟ يا سلام جميل كان المسلسل ده من احلى المسلسلات انت بتحكيلي قصص عظيم كان طبعا والشخصيه الحقيقه استهوتني جدا و كنت بحس ان انا بعمل بني ادم من لحم ودم مهم جدا ان الواحد يقرا دور هيتحمل مسؤوليته في المجموع يحس انه بني ادم انه ده بني ادم موجود في الحياه ما يحسش انه شخصيه مفترضه من خيال كاتب وكده فبيبقى جاف بتبقى شخصيه جافه انما من لحم ودم كده بيبقى الناس صدقوا سواء كويس او وحش الناس بيصدقوه بس كان دور صعب الرجل فقد زر أوي كل الادوار اللي الحمد لله تحملت مسؤوليتها بذلت فيها مجهود يعني عايز اقف عند دور اثار الراي العام في هذه اللحظه والغريب ان هذا الدور اللي عملته باقتدار حصلت عليه جوائز كثيره جدا امام ملاطيلي الحمد لله كنت جريء الحمد لله تقبل الدور جريء كنت متردد يعني دور الشاذ دوت يمكن لغايه النهارده هي انا كنت متردد طبعا شخصيه تخوف جدا يعني انا وفي فترتها استاذ يوسف كمان اظن يعني ده احنا لغايه النهارده مش ممكن حتى انا قلت للاستاذ صلاح بصيفه لما بعت لي السيناريو وقريت وقال لي انت قريت قلت له انت سمعت حاجه عني الشهاده لله لا يعني الحقيقه يعني يعني الصيت كان واصل ده بالعكس يمكن جاب واحد مش ممكن قلت له امال ايه اللي خلاك تبعت لي يعني اعمل شخصيه واحد شاذ جنسيا يعني وسلبي قال لي الدور عايز ممثل كويس لأول مرة صلاح عبد الزيف يقول لي هذا اللفظ هو قبل كده بحوالي 15 سنة أما عمر الشريف أو كان لي شخصية في فيلم لا تطفئ الشمس وراني قال له يوسف هو اللي هيعمل الدور محمود وبتاع
فقال لي اه يعني كنت زمان مرفع الشنبي كده. قال لي لا ايوه كان طالع مود على فكره انت كانوا بيقلدوك. سيب شنبك وبتاع. ورحت له قال لي اه شوف بعد ما السيناريو اتعمل انا لقيت انك ما تنفعش للدور. بحلم بقالي 3 شهور وماسك السيناريو احتباطي راح المعهد جامع المعهد راح البيت جامع السيناريو بتاع لطوط في الشمس. قال لي ما تنفعش للدور. شوف الصدمه ها. قلت له طب ممكن اتناقش معاك يا استاذ صلاح. قال لي تقول ليه؟ قال لي اصل ده واد فلاح مقرف ها يعني انت شكلك كده ابن ناس. هو افتكرني من الشباب اللي بيروح نادي البلياردو بيلعب بلياردو مع عمر الشريف ويش دعوه بالتمثيل ده وبتاع. هو ما اعرفش انا في المعهد ولا بتاع. فقلت له طب ممكن نتناقش يعني. هو مش مقرف ولا حاجه. ده اولا في كليه الاداب قسم انجليزي ورئيس فريق التمثيل في الكليه والبنات بتحب تتقرب ليه يتكلم مش ممكن يكون مقرف اصلا. قال لي انا مش فاهم العربي اللي انت بتقوله. عرفت ان هو مش عايزني. قلت له سلام عليكم ورحت ماشي. فاكر؟ جه بعديها هو بيتكلمني على الفيلم قال لي ده عايز ممثل كبير و هو عارف وفاكر انه قال لي كده قبل كده. قال لي ابن اخته ايوه ده كان صاحبنا كان مخرج في التلفزيون ما اعرفش اذا كان موجود ولا لا. قال له انا في يوم من الايام قلت ليوسف شعبان ان انا مش عارف ودلوقتي بقى قلت له انا عايز ممثل كبير زمان بيقول عليا حمار. شوف صلاح بالصيف وجماله يعني. خدت كام جايزه على حمام مراتيل؟ والله يمكن مش اقل من 7 جوائز. هل في لحظه من لحظات انت بيتك بعد ما اتعرض الفيلم قلت يا ريتني ما كنت عملت الفيلم ده؟ لا ده انا جاني احساس وانا بصور الفيلم انه بقيت زي بالظبط الطلقه العيال الصغيره اللي راح المدرسه تتمنى انها تروح ما تلاقيش المدرسه. بقيت اتمنى اروح ما الاقيش استوديو مصر ده موجود. ياه. من الالام الالام اللي جوه البني ادم اللي انا بعمله ده بعد انك الام مرعبه بس هما بيكبروا. انت بتشوف في الحياه كده بيبقى فيه مكابره عشان بس يعيش يعرف يعيش يعني. لما هو جوه لما بيحط دماغه على المخده كده ابعد عنك الام مرعبه جدا يا اخي. ها راجل و ما فيهوش هذه الصفات بتاعت الراجل وبالعكس في صفات انثويه وكده. فدي مساله مش سهله بالنسبه للبني ادم سليم يعني. فبقيت اتمنى انه مش الفيلم اتمنى انه ما عملتوش. لا انا بعد ما عملته والكتابات اللي اتكتبت عني اتبسطت جدا من نفسي ان انا عملته. قالوا ايه؟ ومن جرأتي ان انا عملته. قالوا انك انت جريء. الحمد لله. وقالوا انك انت عملته بشكل كويس. الحمد لله. ده اتحط في وخدت عليه جوائز. اتحط في السي في بتاعي ما في يعني ما فيش فنان قدر يقرب له. وغيرت شكل اداء الشخصيات دي كان زمان بتطلع ايوه مايصه كده وبتاع انما اتغير شكله. في زميل برضه ممثل كويس عمله بنفس الطريقه اللي انا عملته بيها. مين يا فندم؟ خالد صاوي. صاوي لما عمله في عماره يعقوب يعني. عمله بنفس الطريقه اللي انا الاسلوب اللي انا عملته بيه. برضه شخصيه جاده مش رخيصه ولا حاجه. ونجح وكان هايل. الرصاصه لا تزال في جيبي كان فيلم يؤرخ لحرب اكتوبر المجيده. وكان في فترة من الفترات بداية السبعينات 74 عايزين يقولوا الحرب وأنت كنت تمثل الشخصية اللي طلعت بيها وكان معاك الفنانة نجوى إبراهيم اللي أنت اغتصبتها اللي هي كانت يعني فاطمة دي كانت بتمثل أو أظن الرمز فيها أنها مصر. مصر أيوه مظبوط. وفي الآخر استردنا وأنا بمثل إيه بقى؟ كنت الرجل اللي اغتصبها يعني اللي احتل. لا أنت هتقول أن نجوى إبراهيم كانت بتعمل مصر في الشخصية اللي أنا كنت بعملها هي عبد الناصر. لازم تقول كده. أنا ما أعرفش. طب ليه أنت قلت دي مصر؟ ليه بتمثل مصر؟ قلت دي بتمثل مصر ده بيمثل عبد الناصر.
استاذ يوسف وتعرف وانتم بتعملوا وتعرفت حدوته الفيلم في بيروت وحرقوا السينمات في بيروت لانهم بيحبوه جدا, حبوا عبد الناصر جدا في بيروت لانه فادهم جدا, لانه هناك المسلمين كانوا اسمهم اقل كتير من المسيحيين, فكانوا شمين نفسهم بعبد الناصر المسلمين بيحبوه جدا عشان كده يعني, فحرقوا السينما. واليساريين اللي في مصر عرفوا برضو انه ده شخصيه مين, استنتجوا زي ما انت استنتجت, كنت طارق زي ما انت مدير الاصلاح الزراعي يعني. انت مش انت استنتجت ان الدور اللي عملته نجوى هي مصر, دي رأي هي مصر. خلاص هم بس استنتجوا ان ده عبد الناصر, وهو فعلا كان كده الشخصيه. والله انا ما سالت الاستاذ احسان عبد القدوس, قال لي انا ما اعرفش اللي هو كاتب القصه, قال لي انا ما اعرفش, عليك انك انت تعرف. تخيل انك يعني اديتني بعد النهارده, انا اول مره في حياتي اسمعه اللي هو لما تقولي ان الشخصيه اللي انت لعبتها البعض اعتبرها كده عشان كده حرقوا السينما. مش البعض, دي الحقيقه, كان احسان بيقول كده. مش شايف ان ده كان تجاوز شويه لو اعتبرنا لو الكلام ده في تقدير؟ والله وجهات نظر, هو اصلا مش يعني, ما هو ده من الاسباب اللي خلتنا نخضع لحكامنا خضوع مهين يعني ايه حاكم يحكمني زي ما هو عايز, يعني ايه؟ مش معنى الدول المتقدمه يا اخي الفرد له رايه وله كيانه وله احترامه وله تقديره, ما يقدرش يمشي يعني يعني الحرب ولا يعمل حاجه من دماغه, لازم يسال مجلس الشعب ولا الكنيست ولا البتاع مجلس الشيوخ. اشمعنى احنا فرد واحد كان بيمشي الشعب نفسه بيعمل في الشعب اللي هو عايزه. طب هل وجهه النظر دي استمرت؟ دي الديكتاتوريه, احنا عايزين نبقى ديمقراطيين يا اخي, احنا بننادي بالديمقراطيه عشان كده, عشان ما يجيش واحد يعمل فينا كده اللي عملوه حكامنا السابقين او بعضهم. الفيلم ده لما تم انتاجه وتم تصويره تم في عهد الرئيس الراحل انور السادات, هل تعتقد او تشعر ان حدث نوع من الانفراجه في الحريات او الديمقراطيه في عهد السادات عن عهد الرئيس عبد الناصر؟ حدث. كنت بتحب السادات؟ طبعا. ليه؟ انا حسيت انه بيحب الشعب المصري, قلبه على الشعب المصري, عايز الشعب المصري يعيش زي بقيه الشعوب. يا راجل ده احنا كنا, ده انا كنت بجيب ازازه الكوكا كولا بجيبها من بيروت عشان اصحابي في هاند باج, اتنين هاند باج بجيب ازازه كوكا كولا وجيب تفاح, ما كانش فيه الكلام ده, ما تشوفوش الا في الصور. ليه؟ ومصر كان الجنيه اغلى من الجنيه الذهب, احسن اختار, كنا مدينين انجلترا. طيب هقف عند مسلسلين وعايز اعرف هل هما نقط فاصله في حياه الاستاذ يوسف شعبان ولا لا؟ الشهد والدموع. انت انتقلت خلاص, انت انطلقت في السينما وعملت تاريخ وعملت اسم, لكنك عملت اسم اكبر في التلفزيون. صح. ايه اللي ساهم في ده؟ والله انا مخرجين, اعمال, كتاب. الاعمال, المواضيع السينما اللي كانت بتتعرض عليا في الفتره دي كمان ابتدت تخف, وزنها يخف, السيناريوهات ابتدت تبقى مش مقنعه, انا مش مقتنع بيها, ففضلت الف مره ان انا يعني التقي كمان مع عدد كبير جدا, ملايين من الناس بيشوفوا التلفزيون يعني, ومجهود ده يشوفوه الناس دي ويحكموا عليا وكده, فاسعدني حظي الحمد لله بان انا تقابلت مع اسامه انور عكاشه, وده كان اعظم كتاب التلفزيون, ما كانش لسه في عندنا حد بالمستوى ده فعلا يعني, والمخرج العظيم برضو اللي ابهرنا سنين طويله اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه, فاسعدني الحظ بان انا اعمل معاهم الشهد والدموع. قبل كده كنت عملت الاستاذ اسامه عيله الدغري. عيله الدغري. وكان دور رائع. نعم؟ كان دور رائع. بس ده ما كانش كاتبه اسامه, ده كان كاتبه
محسن زايد مظبوط الله يرحمه. شهد والدموع بتعتبر من الكلاسيكيات يعني، يعني زي الموسيقى مثلا زي الاوبرا بتاعت فيردي، زي اوبرا عايده، اوبرا عايده، الحاجات الكلاسيكيات دي وتيجي تعرض دلوقتي فعلا لا يمكن يتعمل تاني. الناس اللي ممكن تتكلم على اهم كلاسيكيات الدراما التلفزيونيه بيحطوا عيله الدغري سيد، بيحطوا الشاهد والدموع، وبيحطوا رأفت الهجان. انا في بدايه مقدمه الحلقه حكيت ان انا كنت بشتغل مساعد مخرج مع الاستاذ يحيى العالمي، وكان لي الشرف ان اشتغل، وساعتها كنت بطل من ابطال مسلسل رأفت الهجان، وشفتك وانت بتأدي دور محسن ممتاز، شفتك لما رحت قابلت رحت جهاز المخابرات العامه، قعدت مع الضابط الحقيقي اللي انت اديت دوره في المسلسل. لا مع تلميذه اللي هو الطوضي، ابو عزيز الطوضي، لانه لواء معصر فايق كان مات بقاله سنه. كان مات. كلمني عن تجربتك في رأفت الهجان. تجربه رأفت الهجان وانا شاهد عليها يعني، عشت معاك التجربه. وانت فاكر كانوا وقت الفطار في رمضان الشوارع فاضيه عشان بيتفرجوا، ورأفت مصر امانه بين ايديك وانا رقبتي سداده. وانا كنت عايش معاك صوت وصوره وليل نهار يعني، والحقيقه الشغل معاك كان ممتع بجد. هو الحقيقه كان الفتره نفسها كانت مليانه من بالرفض من مشاعر المصريين. المصريين كانوا رافضين ضابط المخابرات لانه كانت كتب اتنشرت وقتها عن صلاح نصر، وازاي بيروحوا بيهاجموا الناس، ازاي بيغتصبوا البنات والستات، وازاي بيبهدلوا يعني مبهدلين الشعب يعني. والست اسمها حكمت حاجه كده كتبت برضو كتاب عن الفتره دي. فكان المناخ معبأ برفض ضابط المخابرات ده وكرهه وبتاعه. يعني المخابرات هي اللي فكرت في المسلسل؟ اعتقد المخابرات هي اللي فكرت في المسلسل عن طريق الكاتب صالح مرسي. هو كان متخصص انه يكتب. وكان المفروض هيلعب دور البطوله، وانا عشت ده مع حضرتك، الاستاذ عادل امام. وبعدين الاستاذ عادل امام اعتذر. ايوه. وجاء الاستاذ محمود عبد العزيز. ايوه. هل انت في تجربتك في رأفت الهجان يعني حسيت انك انت قدرت تبقى قدوه؟ يعني حسيت فعلا انك انت واحد صلحت صوره ضابط المخابرات. ايوه. اثنين قدرتوا تخلقوا روح الانتماء اللي كان الشعب او الشارع بدا يفتقدها في اللحظه دي. صح. هل هذا العمل قدر يعمل ده فعلا؟ الحمد لله. الحمد لله لو جبت الفتره دي وشفت مشاعر الناس فعلا لأي مدى تعلقوا بال... احنا الأول مرة يعني في الدراما معروف كحقيقة انك انت ممكن تعمل حالة تشويق بين راجل وست وتبقى منتظر مقابلتهم الاثنين راجل وست، ده الطبيعي يعني. انما رجل ورجل زيه تبقى انت منتظر هذا اللقاء لأول مرة في الدراما بنعملها ونجحت الحمد. طب مشهد كان ايه؟ انا عارف بس انت قول. هو اللي انت عيطت فيه بجد. ايوه. هو بس دموعي ما نزلتش. وانا بودعه وهو مسافر في المينا. لقطه واحده هي كانت من اصعب، من صعب جدا انك تحاول تعيط وتمسك دموعك في العين تبقى موجوده، صعبه مش سهله. انما الحمد لله ربنا وفقني واديتها يعني، وبقى من برضو العلامات المميزة لشغلي عموما في الدراما. بتفرح لما بتشوف أطفال صغيرين وعارفينك أنك أنت اللي عملت دور محسن ممتاز. جدا. خلي بالك ده عايش مع أجيال كتيرة يعني، في أعمال بتنتهي مع أجيال معينة. الحمد لله بفرح قوي لغاية دلوقتي. في ناس ده لسه ديك النهار في الجرايد التركي مكتشفين واحد شبهي وكتير ناس برضو حاولت تقلد ادائي. ايوه. وبل مصر منتظراك يا رأفت حاجز تحيلك مصر. ايوه محتاجة لك. بس الحقيقة انا اشهد انت يعني في الكواليس الناس لو تشوفك انت بتشخص ازاي
وتمثل ازاي في محسن ممتاز، انت كنت تستعد ازاي؟ يمكن الناس اول مره تسمع الكلام ده، لان ما عندناش ميكنج لرأفت الهجان، لكن اقدر انا اللي بحكي بقى بحكم كنت بحفظك يعني، كنت بحفظك. أيوة طبعا انت كنت بتحفظ على طول يعني، حضرتك فاكر طبعا. الحقيقه كنت بتعيش في عيبك معايا. لا ابدا، كنت بتعيش في الدور بجد يعني، سبحان الله. كنت تقرا المشهد وينقلب حالك وتتحول لدرجه ان احنا كنا بنخاف منك، بقيت محسن ممتاز بجد في الاستوديو. قد كده ممكن الواحد ما يفصلش عن الواقع، عن التمثيل يعني، ممكن تعيش في الشخصيه طول ما انت شغال فيها؟ لا طبعا يعني، ولا بتفصل بالعكس؟ طول ما انا شغال كده كان زماني في مستشفى المجانين، انما انما وقت ما يتطلب الامر ان انا ابقى ان يعني، لما بنزل من بيتي وانا راكب العربيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ببدا اخش بقى في الشخصيه وانا رايح الاستوديو، لغايه ما اوصل واعمل ميك اب لو كانت الشخصيه لازمها ميك اب، الملابس وكده، المساعد يجي يحفظني زي ما تفضلت وكده، بقف قدام الكاميرا بتلقى تعليمات المخرج كده. اول ما الكلاكت بيعمل كده فصلت، ببقى انا خلاص، ببقى بتبقى الشخصيه اللي بتصرف بقى مش انا. خلاص. ندمت على ايه في حياتك من اعمال؟ ندمت على اعمال قدمتها؟ ندمت ان انا طلعت ممثل، ان انا اشتغلت في التمثيل. ليه؟ يعني شغلانه متعبه جدا ومرهقه جدا و... رغم انك انت وصلت كنت نقيب الممثلين فتره طويله. لا ده وضع تاني يعني، يعني انت إن أخدم كان لك مكانه، ان انا اخدم زملائي وكده. لا ده كويس جدا. يعني كنت فكرت ترشح نفسك تاني؟ لا الحمد لله، انا جالي السكر والضغط. لا 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 لا، بالنسبه للشباب بقى، عايز الشباب وعايز صحه وعايز معافره. دايما في السينما بيقولوا النهارده السينما الجديده، شايف السينما ازاي النهارده بعين الخبير بقى؟ انت في فيلم غريب، كنت يعني كنت شغال في فيلم مره واحده انسحبت منه وقلت انك انت رافض هذه السينما. اشمعنى السينما بالذات اللي احنا مركزين عليها ومطلوب مني ان انا افسر لك انا شايفها ازاي؟ المسرح، الفن، كل حاجه، الغنى، التعليم، المستشفيات، مواصلات، كل حاجة، كل حاجة. بس الفن هو اللي بيرتقي يعني. السينما كان زمان كنت بتعمل فيلم كوميدي وتراجيدي وسياسي ودمه خفيف يعني، كان في تنويع. النهاردة التنويع دي مش موجودة أظن. ما تقدرش توجد فن دلوقتي في وتقدر تتكلم عليه كده بالصورة دي. الفن ده عبارة عن مراية بتعكس حالة الناس وحالة البلد وحالة الاقتصاد وحالة التعليم وحالة كل. يقول لك إذا حبيت تشوف شعب من الشعوب لسه ما رحتش البلد دي، شوف فنه. بتشوف في الفن ده، الشعب ده شعب راقي، شعب اقتصاده سليم، شعب متعلم فعلا، شعب في فنه، لأنه ده it's a matter of reflection، انعكاس للمجتمع. فاحنا ما تطالبنيش دلوقتي تيجي دلوقتي تقول لي السينما كل حاجه، تعليم كويس؟ لا بس السينما المفروض تكون احسن، والمسرح لا. ليه السينما تكون كويس؟ ليه؟ لان عندنا فنانين كبار وعندنا كتاب محترمين. ايوه ما احنا ما نقدرش، احنا ما نقدرش لوحدنا نعمل ده، لان ده مش موجود. ما اقدرش اعمله، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه مش موجوده، هتضايقك. اخر فيلم شفته كان ايه طيب؟ يعني في التلفزيون تقريبا بشوف افلام بتعجبني، يعني افلام الاكشن اللي هم يعني، حتى في امريكا برضه نفس التيار على فكره، يعني الافلام الموضوعيه دي، الافلام الحب والرومانسيه وافلام الكتاب الكبار دي وبتاع، اختفت بقت دلوقتي حاجات عمليه. البطل بقى لازم يستعمل ايديه ولازم يستعمل عضلاته وبتاع عشان ياخد حقه. بس اكيد في حد بيعجبك من الممثلين، شايف مين كويس من الفنانات حتى والفنانين الشباب عندنا الممثلات الجداد والشباب؟ شايف فيهم حاجه، فيهم حاجه ممكن تكون مبشره؟ والله انا يعني اما بتفرج ما بشوفش بوضوح يعني، وما بعملش مقارنات ولا حاجه
انما احنا عندنا طبعا مستويات كويسه من الفنانات اللي انا اشتغلت معاهم. اتشرفت بان انا اشتغل معاهم يعني زميلات يسرى، الهام شاهين، ليلى علوي، سميره احمد، يعني كل بس انت بتتكلم في الجيل الكبار، انا بتكلم على الجيل الجديد. لا الجيل الجديد انا ما ساعدنيش الحظ ان انا التقي بكتير منهم يعني الا منى زكي موهوبه. استاذ حضرتك انسحبت ليه من فيلم محمد سعد؟ كنت بعد ما بدات الدور. والله انا اشتغلت عشان خاطر المخرج اقنعني اللي هو عمرو عرفه بانه يعني هنعمل عمل كويس وكده. فانا قلت له طيب انا ما اعرفش ايه، انا ما اقدرش يعني هرد مثلا هرد على محمد سعد ده زي هو بيتكلم بالطريقه دي. جميل والله، هو فنان جميل بس جداً. هو مش عارف في حاجه جواه بتخوفه من انه يعمل. هو خريج معهد على فكره، ده عمل الطريق لإيلات ممثل يعني كان عمل دوت يعني تراجيدي. ليه بيجي عند انه يعمل شخصيه سويه زي الشخصيات طبعاً؟ هو خد على انه يضحك، بدليل انه في الفيلم ده احنا صورنا 12 دقيقه في كوبا. ايوه اما شافهم لقى نفسه ما بيضحكش. 12 دقيقه هو عايز من اول ما تفتح الصاله لغايه الاخر يضحك، هو ده اللي في دماغه مش عارف ليه. يعني هو خساره هيلجا في يوم من الايام لانه يعمل تمثيل شخصيه من لحم والدم كده زي اللي احنا بنشوفه. وطبعا انا بفطس على روحي من الضحك وبعمل الكوميديا اللي بعملها. بس انسحبت ليه برضه؟ كوميديا جميله. انسحبت ليه حضرتك؟ هو عشان انا بقول لك انا رحت عن طريق عمرو عرفه. فلما قال لي انا انسحبت ما قدرتش اكمل لانه انا جيت عشانه، يعني جيت عشان عمرو عرفه بصراحه الفيلم، ومضيت الفيلم عشانه لان هو اقنعني انه هعمل دور كويس وهنعمل فيلم كويس. فلما يمشي عمرو ما اضمنش بقى بعد هجيبه مين هيكمل بيا ازاي وكده يعني. فاصلت السلامه ورجعت لهم العربون وقلت لهم شكرا وكده. كويس انهم زوروني الكوبه دي. استاذ يوسف، انا دايما في برنامج واحد من الناس بسال دايما ضيفي ايه المشروع الخيري او المشروع الانساني اللي تحب تدعو الناس ان هم يتحركوا ليه، يعملوا فيه، يسعوا ليه دلوقتي في الفتره اللي احنا عايشينها؟ والله ده لازم برضو يسبقه خطوات وجهد. نمره واحد هو الانتماء. الانتماء دلوقتي في مساله تحس انه درجه الانتماء للبلد مش زي ما كانت في الاول ايام ما كنا فعلا بنعمل الاعمال الخيره دي. لانه ناس كتير يعني فقدت ايمانها، فقدت انتمائها. اما شافت مسؤولين وناس كبار بتنهش في البلد ماديا وكده، دي هزت الانسان من جوه. هل ما زلنا؟ ما ازاي؟ لسه حاصله ما بقالهاش كتير يا عمرو. الله، انت عايز تنافسني ولا حاجه؟ لا 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 لا، انا بسالك. ما بقالهاش كتير اللي انا بقولها لك، الحاجات اللي بقولها لك. فازاي بقى تيجي دلوقتي تقول لهم اعملوا جمعيه خيريه؟ الانتماء الاول، انتماء ان انا احب بلدي الاول، وبعدين في سبيل بلدي اعمل كل حاجه. ان شاء الله اقلع هدومي. انما كده احس ان انا دي مش بلدي. مرت اوقات كنا حاسين ان دي مش بلدنا، دي بلد اللي بيحكموها. الحمد لله لو بعت لنا الهبه الكبيره دي. اولادك راجل جميل ده،
اولادك تتمنى لهم ايه؟ ابنائك اولادك تتمنى لهم ايه؟ اتمنى لهم اتمنى لهم ايه؟ اتمنى لهم انهم يعيشوا حياه غير اللي انا عايشها. ممكن تعرف عليهم؟ ممكن نعرف عليك عندك اولاد مين ومين؟ عندي اولاد، عندي مراد وعندي عز وعندي سايناي وعندي زينب. ما شاء الله. هل في حد فيهم ليه ميول فنيه زي حضرتك؟ لا مفيش، ما عنديش انا. ما عندكش؟ ليه؟ انت اللي مش عايز ولا هم ما كانوش عايزين؟ لا هم عندي مراد بس ده اخراج مخرج في امريكا دلوقتي بيدرس. بيدرس في امريكا. ما جاش مره قال لك يا بابا عايز اخرج لك مسلسل او كده؟ هيجي في رجلي اكيد طبعا، بس انا اكون يعني مش موجود لا، هكون ولعت يعني. لا لا، ربنا يديك الصحه، ربنا يكرمك خليك. فنان كبير استاذ يوسف شعبان، انت واحد من الناس اللي احنا بنحبهم. ربنا يديك الصحه وطول العمر، وتستمر تبدع وتبدع، وكلنا شواقين ان احنا نشوف الفن النظيف الهادف يرجع مره ثانيه عشان الناس ترجع تسقف له، فنحس ان كل شيء بقى كويس. الله، وشكرا يا حمد، شكرا مشاعرك الطيبه دي. ربنا يخليك. كان معاكم الفنان الكبير يوسف شعبان، في واحد من الناس.